انت عارف شي كاتبو فين؟ يا سيدي يا سيدي إذا مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر في مدينة الدار البيضاء. كما كتلاحظوا معنا في هذه اللحظات شابة خسرات واحد الشاب على مستوى الوجه ديالو، تم الاعتقال ديالو. يلا بديت واحد تخسر ضربات درية أما غير أما طلعتو في وجهه، يعني هذا هو الشاب اللي لابس الأبيض. Travel. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شاب خسرات شاب على مستوى الوجه ديالو. واش الفتيات وليتو حتى لهاد الدرجه هادي؟ انا ما كنعممش، لكن بعض الفتيات صراحه اللي كيتعاطاو المخدرات وكيتعاطاو الماده السيليسيوم وما كيعقلوش على راسهم. شاب بدا يشدات وحنكات وخسرات ليه الوجه ديالو، ف طبيعة الحال اللي قدرت تخرج ليه حتى على خدمته، فالله يجيب ليه الشفاء. صراحة خاص ضرب بيد من الحديد كل شخص أنه كيحمل معاه سكين أو لا عرض السلامة ديال أي شخص للخطر. يعني مشكورين رجال الأمن قاموا بالاعتقال لهلي خطينا أمن في بلادنا. يعني ضرباتو حنكاتو غنقولوها بالدارجه خسراتو او خرجت لي على الوجه ديالو واحد الاله حاده على مستوى الوجه. يعني الشاب الان في انتظار حضور فريق اسعاف من اجل نقله للمستعجلات. شابه والرفيقه ديالها تم الاعتقال ديالهم هنايا في مركز الشرطه او لا في مخفر الشرطه في شارع الحسن الثاني. يعني بواحد السرعة اللي قياسية هذا هو الشاب، ها هو دير كلينيكس على مستوى الوجه ديالو هو هذا. فالله يجيب ليه الشفاء حتى لين وصلنا حتى لهاد الدرجة هادي. لا اله الا الله محمد رسول الله. وصراحه لهلي خطينا امن في بلادنا، يعني في ظرف وجيز تم الاعتقال. لهلي خطينا الامن في بلادنا في ظرف وجيز تم الاعتقال. هذه ماشي هي داري شكون؟ يعني الان في هذه اللحظات سيارة اسعاف غادي تدخل من اجل نقل شخص مصاب للمستعجلات. مين؟
هذيك اللي ضاربه 100%. عدوتك هذيك اللي ضاربه عدوتك. شوف تيفي اخوي، شوف تيفي صار شرين كلهم كيعرفونا كون هاي. غادي نعاود نذكركم مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تيفي، يعني شاب تعرض للضرب على مستوى الوجه ديالو بواحد الآلة حادة، فتاة خسرات ليه الوجه ديالو، يعني كيف ما كتشوفوا معنا في هاد اللحظات تدخل ديال سيارة إسعاف من أجل نقل الشاب للمستعجلات باش يتلقى الإسعافات الأولية.